الا اختي الوليدات ديالك تعادوا لك بالقمل، ما خليتي ما جربتي من الوصفات والو، حتى شي وصفه ما عطاتك شي نتيجه، ولا داك القمل بغى يتحيد. اليوم غنعطيك واحد الوصفه اللي مجرد ما غادي يشم القمل الريحه ديال هذه الوصفه هذه اللي غنعطيك غادي يموت كامل في مره، وغيطيح قدام عينيك غادي تشوفيه. من اروع الوصفات ومن اخطر الوصفات اللي كتقضي على القمل، غير جربيها وغترجعي ترحمي لي عليها الوالدين. مهم غندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات ديال هاد الوصفه، وساهلين يعني هذا هو اهم شيء، ان الوصفه غتحضرها غير من المطبخ ديالك وغتعطيك واحد النتيجه اللي سريعه سريعه، في نص ساعه كل شيء غيتحيد. وغنعطيك حتى واحد لاستيس او واحد الطريقه اللي بيها غتهني من داك الصيبه اللي كيكون لاصق على الشعر، حتى هو غيتحيد حتى هو في مره. مهم تبعوا معايا لا فيديو حتى التالي، وإذا كانت عندكم هاد المعاناه هذه يعني مع القمل، مرحبا بكم عندي. اليوم غنعطيكم الحل سهل وبسيط، وغندوزو نبداو تشوفوا معايا المكونات وطريقه التحضير في نفس الوقت. وغير ما تنساونيش واحد لايك للفيديو، الله يحفظكم، شجعوني باللايك ديالكم. وكذلك الا كنتو جداد ما تنساوش تنضموا للعائله ديالنا، فعلوا زر الجرس اكيد باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. هنا كما كتشوفوا معايا غناخذ واحد الساشيه ديال الصابون البلدي، الصابون البلدي كما كتشوفوا معايا. كان عندكم يعني ما عندكمش الساشيه عندكم ديال العبار هكا واخدينو بالعبار، غديرو ملعقه كبيره الا كان شعر ما طويلش، كان شعر طويل على حسب الشعر غديرو جوج معالق حتى ثلاثه الا كان شعر طويل. المهم انا غندير هنايا غير معلقه تقريبا كبيره يعني ساشيه، على حسب يعني غنوريكم غير الوصفه. المهم كل معلقه ديال الصابون البلدي معاها جوج معالق ديال زيت الزيتون، كل معلقة واحدة ديال الصابون البلدي كبيرة معها جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. المهم الطريقة راه سهلة انتم كي كتشوفوا معايا، وغنخلطوا هاد المكونات. بالنسبة لما كانش عندكم زيت الزيتون ما متوفرش ليكم، ممكن تعوضوه بزيت الطبخ عادي. وغنخلطوا مزيان هاد المكونات كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. الى احتاجيتو شي وصفه مرحبا، خليوها لي اسفل الفيديو في التعليقات ان شاء الله نشاركها معكم. كنخلطوا هاد الصابون البلدي مع الزيت حتى كيندمج لينا مزيان. المهم كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل، من بعد ما تيولي لينا بحال هكا كما كتشوفوا معايا في الفيديو، غناخذوا الخل. سواء عندكم خل عادي او لا عندكم خل التفاح اللي متوفر لكم، غادي نستعمل انا خل التفاح كنديروا منه معلقة كبيرة بهذا الشكل هذا، ونخلط المكونات كاملين مزيان كما كتشوفوا معايا. مهم هنا بالنسبه يعني بالنسبه للصيبان اللي كيكون فيها الشعر كيبقى لاصق، بزاف ديال الامهات يعني كيوحلوا حتى ولو يعني داك القمل تيموت تيبقى اليوم داك الصيبان في الشعر ديال الوليدات ديالهم. الطريقه اللي سهله وبسيطه هي اللي غنعطيكم ان شاء الله اليوم، ولكن اول شيء يعني قبل كل شيء غنبداو بكيفاش يعني داك القمل ما يرجعش. ضروري داك الفراش كامل يتصبن ويتشمش مزيان، دابا راه كاين الشميش الحمد لله، يتشمش مزيان يعني يتصبن مزيان ويتشمش، هذه اهم حاجه. لان داك ملي كديروا هذه الوصفه يتحيد القمل راه لابد من داك الفراش يتصبن مزيان ويتشمش، يعني باش ما يبقى فيه والو، ما تبقاش فيه ديك البكتيريا، ما يبقاش فيه داك القمل ولا داك البيض ديال القمل ولا مهم حتى حاجه ولا داك الصيبان ولا اي حاجه. هذه خطوه مهمه يعني اول حاجه هي هذه اللي خصكم تفكروا فيها. من بعد ما ان شاء الله ديروا هذه الوصفه، هنا كما كتشوفوا معايا غنزيدوا معلقه ديال الشامبوان، اي نوعيه ديال الشامبوان تتغسلوا به، تديروا ملعقه كبيره وتخلطوا المكونات كما كتشوفوا معايا حتى تحصلوا على واحد الخليط بحال الكريم. كما قلت لكم بالنسبه لهذه الوصفه ان شاء الله ملي غديروها اتخليوها مده ديال نص ساعه حتى لساعه ديال المكانه، وكتغسلوا داك يعني كتغسلوا الشعر ديالكم مزيان. ومن بعد ما تتغسلوا شعركم غنعطيكم الطريقه يعني ديال كيفاش غادي تستعملوا كيفاش غتستعملوا هاد الطريقه اللي غنعطيكم يعني كيفاش غادي ديروها.
اول حاجه هذه هي الوصفه، انتم كي كتشوفوا معايا سهله، هي بسيطه، كتطبقوها على الشعر خصله بخصله، وكديروا ديك المشطه الرقيقه، ضروري تكون عندكم. من بعد ما تتخليوا هذه الوصفه تقريبا من نص ساعه كما قلت لكم، حتى ساعه، كتغسلوا الشعر وكتاخذوا الرمله. الرمله قلت لكم شحال من فيديو، وبالنسبه اللي جربوها راه رجعوا شكروني عليها. كتاخذوا الرمله يعني تتغسلوا الشعر وكتساليو، وكديروا ديك الرمله الخصله بخصله، كديروا خصله بخصله ديك الرمله، وانتوما كتديروا ديك المشطه كتجربيها، والشعر كيكون فازك، يعني كتكونوا غسلتوا شعركم وساليتو. كديروا ديك الرمله، ولكن كتقسموا الشعر الخصلات، كل خصله غتبداو تحطوا عليها الرمله، وغتبداو كديروا بحال تدليك، يعني بحال كتجروا الشعر كتجبدوه بديك الرمله، وكتستعملوا المشطه الرقيقه. بهذه الطريقه داك الصيبان كله غادي يتحيد في مره بالرمله، ولكن راه خصله بخصله، وانتم كديروا الرمله حتى كتاكدوا من ان داك الصيبان كله تحيد، وكتشيو الخصله الاخرى، وهكذا حتى كتساليو. يعني هذه الطريقه الصحيحه، والطريقه اللي ما غتخليش لكم داك الصيبان بصفه نهائيه. غير يعني حرصوا على انكم ديروا هذه الوصفه هذه بهذه المكونات اللي عطيتكم، القمر راه تيموت ما كيبقاش ليه الاثار، كذلك الصيبان غتخلصوا منه. وهذا الشيء اللي كاين، يعني هذه الوصفه. صراحه بزاف اللي تيخليو لي التعليقات على شي وصفه اللي تكون تتحيد القمل، ما كاينش ما احسن من هذه الوصفه، وما كاينش ما اخطر من هذه الوصفه هذه بالنسبه يعني للقمل، ما كتخليش كاع القمل نهائيا. نتمنى ان شاء الله تجربوها، وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات كيف جاتكم الوصفه. وهذه الوصفه راه ممكن يعني ديروها، يعني اي واحد يديرها، ديروها حتى الوليدات البنيات، يعني كل شيء يدير هذه الوصفه هذه، سهله كما شفتوا معايا وبسيطه، وحتى المكونات يعني متوفرين، ما توحلوش فيهم. لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم ما تنساونيش واحد اللايك، كذلك ما تنساوش تخلي واحد التعليق يكون زويون بحالكم تشجعوني فيه. وغنقول لكم تهلاو ليا في راسكم، غنتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده، مع فيديو جديد، ومع السلامه.